البنك الدولي وخلال تقريره السنوي للشهر الحالي يؤكد أن العراق سيشهد أعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية وإيران، متوقعا ارتفاع معدلات النمو بتفوق ملحوظ على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. العراق سيشهد طفرة ونمو اقتصادي غير مسبوقة نظرا لما مر به خلال السنوات الماضية، هذا كله جراء الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية، الإجراءات الاقتصادية والتنموية، بدءا بالورقة الإصلاحية، الورقة البيضاء اللي صادق عليها مجلس الوزراء، تحريك الكثير من المشروعات اللي كانت متوقفة منذ سنة 2014 ولغاية الآن. هنالك قضية مهمة أيضا هي دخول الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية حيز التنفيذ. القطاعات الأخرى غير النفطية هي الأخرى بدأت تشهد تحسنا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، يعني العام موازنة عام 2021 كان مؤشر أنه لدينا إيرادات ربما تقدر بنحو 20 تريليون دينار كانت أسهمت في دعم الموازنة العامة للدولة. العام 22 أيضا هناك توقعات بأن تزداد هذه النسبة. السياسات الاقتصادية وورقة الإصلاح البيضاء وغيرها من الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة سعت بشكل واضح لتحقيق معدلات نمو أشرت عالميا، كما إن الانتهاء من حقبة ديون حرب الخليج عزز بالنتيجة موقع العراق الائتماني وجعل المؤسسة المالية الدولية تنظر للعراق بإيجابية وتحديدا قدراته المالية. لائحة الاتحاد الأوروبي التي رفعت اسم العراق من دول الممولة للإرهاب والداعمة للإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة العراقية داخليا بتشجيع الاستثمار وتشجيع الواردات الغير نفطية التي ارتفعت بحدود 53% بالنسبة إلى الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب. تسوية الديون الخارجية قابله ارتفاع احتياطات البلاد من العملة الصعبة واستخدام الأموال بمشاريع تنموية مستدامة، جاء نتيجة سياسة مالية واقتصادية ممنهجة وظفت العوائد العامة للدولة للتطور الاقتصادي. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.